الله هنعمل مع بعض البريك الاقتصادي بالعجينة السحرية بطريقة سهلة جدا. خليكم معايا عشان تشوفوا الطريقة للآخر. لو أول مرة تشوفوا القناة ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير للفيديوهات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم يا حبايب قلبي في قناة ديك البرابر. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض البريك الاقتصادي بالعجينة السحرية بطريقة سهلة جدا. المقادير اللي معايا نص كيلو دقيق، 3 كوبايات ونص دقيق بمج الشاي العادي، عليهم رشة ملح، قطعة خميرة بيرة بحجم عين الجمل، معلقة كبيرة سكر، معلقة كبيرة صلصة طماطم، معلقتين كبار زيت، مية دافية للعجن. نبدأ ونسمي على بركة الله. بسم الله. أول حاجة هعملها هدوب قطعة الخميرة ومعلقة السكر في المية الدافية. دي مية دافية استحملها بصباعي عشان ما تموتش الخميرة. هدوب الخميرة والسكر كويس جدا في المية الدافية. دوبت الخميرة والسكر كويس جدا في المية الدافية. هغطيها واسيبها 5 دقايق لحد ما الخميرة تتفاعل. بعد 5 دقايق بالظبط الخميرة تفاعلت، عملت فوم ابيض، عملت وش ابيض زي ما انتم شايفين. نبدأ ونسمي. بسم الله. هجيب طبق او بولة وهنزل نص كيلو دقيق، 3 كوبايات ونص دقيق، عليهم رشة ملح، وهعجن بالمية الدافية اللي دوبت فيها الخميرة، وهلم العجينة بمعلقتين كبار زيت. مفيش اسهل من كده. وانا بعجن هنزل معلقة كبيرة صلصة طماطم. في نص العجن كده معلقة كبيرة صلصة طماطم عشان تدي لون للبوريك. هنزل بمعلقتين كبار زيت وهعجن العجينة كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما تبقى طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي. عجنت العجينة كويس جدا لمدة 5 دقايق لحد ما بقت طرية وناعمة ومش بتلزق في ايدي، والطبق بقى نضيف. هغطيها بكيس واشيلها في مكان دافي تخمر لمدة ساعتين. لو الجو برد هدفي الفرن واطفيه وادخلها الفرن تخمر لمدة ساعتين. معايا حشوة البوريك، لانشون مقطعة قطع صغيرة، وقطعة جبنة قريش. اي حشو بقى موجود عندكم، جبنة رومي، بسطرمة، اللي موجود عندكم. اقلبهم كويس. ممكن جبنة بيضة ولانشون، ممكن زيتون. حلو قوي كده. بعد ساعتين العجينة خمرت وتضاعف حجمها، ههبطها وهخرج الهواء منها. هبطتها وخرجت الهواء منها، هقسمها لجزئين وهشكلها. عشان اما افردها تتفرد معايا بسهولة، هفرد الجزء الاول على رشة من دقيق. هفردها على الاخر وهقطعها بقطعات او بكوباية اللي متوفر عندي. هفرد على الاخر خالص. فردتها على الاخر بقى فيها سمك حاجة بسيطة. هجيب القطاعة او ممكن كوباية وهقطع المقاس اللي انا عايزاه.
وبلم بواقي العجينة وبعجنها تاني وبشكلها. تمام كده. المنظر ده بواقي العجينة بلمها وبشكلها تاني. بفرد بقى وبحشي كل واحدة وبقفلها اهو. هحشي بالحشوة اللانشون والجبنة، مش هحشي كتير يعني عشان اعرف اقفل اهو المنظر ده. وهجيب الشوكة وهقفل بالشوكة. شايفين المنظر حلو ازاي؟ اهو اهو كده عشان البريك ما يفتحش مني. شايفين الجمال؟ برصهم في الصاج بعيد عن بعض. هعمل معاك واحدة كمان، بفردهم شوية عشان اعرف احشيها. بحشي باللانشون والجبنة القريش بس مش بحشي كتير عشان اعرف اقفل. بقفل زي القطايف وبعدين بقفل بالشوكة، مفيش اسهل من كده. شايفين الجمال؟ بفردها بالنشابة عشان اعرف احشيها. بحشي لانشون وجبنة قريش او لانشون وجبنة بيضة. تمام كده بالشوكة بضغط عشان ما تفتحش. برصهم في صاج بجناب الزيت بعيد عن بعض. تمام كده وبقفل بالشوكة، بتدي منظر شكل تحفة. خلاص الكمية اللي معايا بنفس الطريقة وبعدين هوريها لكم. خلاص رصيت البوريك في الصاج، هسيبه يخمر لمدة نص ساعة وبعدين هوريكم هنعمل ايه. البوريك بعد ما سبته خمر لمدة نص ساعة هدهن وشه. هدهن وشه بإيه؟ معايا كيس نسكافيه ومخففاه بشوية مية. اهو بالمنظر ده.
هدهن وشه كله. خلاص ده انت وش البوريك، هدخله الفرن على درجة حرارة 200 على الرف اللي في النص، نار تحت وفوق. اول ما يستوى ويحمر وشه هطلعه وهوريه لكم. اهو يا حبايب قلبي البوريك بعد ما طلع من الفرن، وبصوا شكله جميل ويفتح النفس ازاي، وهش جدا طري والسوا بتاعه مظبوط. هسيب لكم المقادير كلها في صندوق الوصف. لو عجبتكم طريقة عمل البوريك الاقتصادي، ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو واشتراك في قناة ديك البرابر. أشوفكم في فيديوهات تانية. سلام.